مرحبا بكم في شيء ما يتخبى. الطرح متاعنا يتغير ويتنوع. اليوم حابين نحكيه على مؤسساتنا الإعلامية وعلى الكرونيكور اللي نعرفوهم وتراوفوهم في البلاتوات كل ليلة وفي مختلف البرامج. شو هو دور الكرونيكور بالضبط؟ علاش اليوم الكرونيكور ولا بمثابة يعني البندقية يتباع يتشراء؟ فما مفاهمة تصير معاه، فما يعني الاستنجاد بالكرونيكور لتوجيه الرأي العام إلى موضوع معين أو الابتعاد بالرأي العام عن موضوع آخر. كل هذا حابين نعرفوه من خلال الشارع التونسي. لا على الكرونيكور أنا نحب نوصل الصوت نتاعي، ماذا بهم يكونوا حياديين أكثر شوي، خط الإعلام بصفة عامة تو في تونس يعني هو السلطة الرابعة، والشباب الكل والصغار الكل يتابعوا في التلفاز ويتابعوا في الكرونيكور الكل، ماذا بهم يكونوا حياديين شوية، فهمتني؟ ما يتابعوش السياسية، ما يحاولوش يغلطوا الرأي العام ويوجهوهم، فهمتني؟ لحزب معين ولا رأي سياسي معين، خاصة سي محمد بوغلاب، فهمتني؟ نحب نقولوا أخطاك، فهمتني؟ من اللغة اللي تضرب فيها هذايا، والشعب الكل راهو شالق بيك، فهمتني؟ صباب لفرنسا، وخلي الشعب يعيش، فهمتني؟ وخلي السي قايس سعيد يخدم على روحه. ياسر يأثر على الشعب، يعني على آراء الشعب، يعني عندهم مصالح، يعني تحسهم يعني ناس من فوق ضغط عليهم باش يسربوا يعني حديث معين، فكرة معينة في مصالح معينة، فهمتني؟ والله باش نقول لك، باش نكونوا واضحين من الأول، إنه الكرونيكور هذا ما معناها كما قلت لي بيستولي هم اللي وجهوا في الشعب. مي فما الطبقة المثقفة بتاع الشعب، شكون اللي يسمحهم هذاكم؟ يسمحهم الإنسان الأمي الجاهل اللي ما يدريش، اللي يتبع معناها من غير ما يعرف هو شنو علاش الغاية منه، فهمت؟ بون احنا كشباب معناها واعي ومثقف، وتو كي وقفنا لبلادنا عندنا كلمة صحيحة باش نقولوها، كما قال قيس سعيد: العصفور الذي اقتار من القفص وذاق على طعم الحرية لن يعود إليه ولن يرضى بالفتات. واضح معناها ما نتبعوش لك لا الكرونيكور لا القنوات الإذاعية لا التلفزة لا الميديا، ما عندناش معناها عندنا جينيراسيون جديدة راهي قاعدة تتطور، وهاكم تشوفوا فيها بعينيكم، وتشوفوا في حملات النظافة، تشوفوا في الشباب المقترحات اللي قاعد يعطي فيها، معناها فرحانين على الاخر برئيسنا والحمد لله على الديمقراطية اللي قاعدين نعيشوا فيها، وان شاء الله باش تشوفوا خير من الشباب، وان شاء الله تونس الى خير. كيف فرق؟ لا يشتروا ولا يتباعوا، فهمني؟ بالنسبة لهم تجي يشوف البلاتوات راهو حتى فرق. يوري وجهه في الإذاعة كذا، هاو في الكذب، هاو منعرف شنو، هاو باش نعملو، هاو باش نجدو، هاو كذا، فهمتش أنا كيفاش؟ هاو تبيعو البلاد داخلة في حيط، فهمني؟ داخلة في حيط، وفهمتش أنا كيفاش؟ وقتاش هاذي باش تحسن البلاد هاذي؟ فهمني؟ وقتاش باش تحسن البلاد هاذي؟ وقتاش؟ 1200 سنة أخرين، 300 سنة أخرين. الشعب التونسي تشوف الزوال ما جاش باش ياكل، ما جاش باش ياكل، هو الزوال ياكل ب 10000 فرنك وب 20000، وتشوف واحد ياكل ب 600 700000 800000 يحوس الشيخ. هذا الكل راهو حتى فرخ، هذا الكل كذب. والله انا حسب ما نشوف في الكرونيكور كان يبدا مهرج، تو يبدا شاد بلاتوات ويعيطوا العباد، فهمتني؟ شيء يحكوا مع منطق مش باهي الجملة، فهمتني؟ غشة وبرشا حكايات، واحد حتى باش يتفرج مع دارهم في البلاتوات ما عادش. حسب ما تشوف انت كيفاش في الكرونيكور، كيفاش في التلفاز، بالراحة حتى واحد باش يتفرج مع دارهم مع العيلة ما عادش ينجم يتفرج، كان الغشة كان المواضيع الزايدة ماك تعرف انت الباقي. نجم نحكيو تو اليوم على الميديا اللي ولات في حد ذاتها هي فساد، فهمتني؟ في تونس ولا برشا مسؤولين ورجال أعمال يستعملوا في كورنيكور باش يخدموا مصالحهم، يخدموا له مصالحهم. من مثلا كما نشوفوا رجال السياسة اليوم برشا مسخين، فهمتني؟ وأعلام ينظف فيهم، فهمتني؟ كما يحب هو، فهمتني؟ وعباد أخرين نظاف، فهمتني؟ كما شفنا في الانتخابات معناها الرئاسية، فما معناها كما قيس سعيد حب يمسخوه ياسر، فهمتني؟ والشعب الكل يعرف اللي هو رجل نظيف، اما الاعلام خدم معناها خدمته، فهمتني؟ اما الحمد لله معناها ما نجمش،
فهمتني؟ وان شاء الله الواحد يقول اليوم ان شاء الله مع الشعب التونسي يفيق فهمتني، والاعلاميين زاد يفيقوا في حد ذاتهم هما فهمتني، يعرفوا يعني يعرفوا اللي الشعب فاق الحكايه معناها الفساد اللي قاعدين يقوموا به. كرونو كير اللي تعداوا على تلافز الخاصه بالاخص معظمهم هدموا البلاد طيحوها عملوا في خلاها ما ولاها نقولوا بالدارجه. علاش؟ خاطر اول حاجه ما عطاوش ما كانوش معناتها حايدين على الاحزاب، يقولوا في كلام اللي ما يخرج ماهوش معقول، معناتها في الكلام ماهوش في مكانه، يتهموا العباد بالباطل بصراحه، معناتها همشوا الاعلام بور دو بون. وفما اعلاميين نازهين معناتها نزهاء شرفاء اكلي يتكلموا الحقيقه يقولوا الواقع، هذاكم اللي نحبوهم احنا نشوفوهم في التلفز. يزين اخويا من البيع والشراء والبيع تحت الطاوله والاحزاب اللي مولين لها معناتها يعطيو، ويزين بجاه ربي يزين. خلينا توا نخدموا على رواحنا، والشباب ان شاء الله بحول الله يوفق ربي ان شاء الله يوفقوا. قطح بصراحه قلة التربية اللي تصوروا في بالك كلها اخلاق، ما فماش اخلاق، ما فما، مش هذا اسلوب نتاع واحد. حتى سامحني انا، حتى باش تنقد انسان ولا باش بالاخر بتربية باخلاق، احنا ولينا سبان نسب في بعضها وناس معناها. سامحني اخي، ذاك السيد اللي تجبد فيه انت ما عندوش عائله في جرته، ما عندوش عنده عائلته، عنده اولاد وعنده كذا، فما حسيس قبل كل شيء. انا ساعات نحشم علاش انا قطعت من القنوات نتاعنا نتفرج كان في الرياض في ماتش تاع كوره، بقيه كلها مقطعه، يعني نحشم وليد ساعه نحشم، وقت يبدا قاعد بحذايا ولدي ولا بنتي نحشم. مش معقول انا اخويا عشان نحط قناه نتاع حيوانات، نحط كان واحده وشويه نحط حاجه، وانا شيخ ار ام سي ديكوفيرت، ما وليت اوبليجي نمشي ما عادش نتفرج في القنوات نتاعنا، باش نكذب عليك. بطبيعه احنا نلوجوا على الحقيقه، يعني ما يساعدنيش الناس تكذب علينا، فهمتني يا اخي؟ احنا علاش عملنا الثوره؟ ما هو على خاطر نحبوا نكشفوا برشا حقائق، نحبوا نعرفوا الحقيقه، نحبوا نوصلوا برشا حاجات، يعني فهمتني؟ وهما ليه هما يحطوا في العصا في العجله؟ يعني والله توا هو المشهد السياسي في البلاد بصفه عامه مشهد لا يخلو من ضبابيه وغموض، وفما وفيه الكفء وفيه اللي مش كفء وفيه اللي في بلاصته. مش المشكل موجود، ما قلكش مش موجود. يبقى انا في تقديري انه القنوات المفروض تختار الناس اللي تكون اولا عندها الصفه المهنيه، وثانيا الناس اللي تكون كفئه. وهذا زاد ما يلغيش اللي لازم من جهه اخرى رحابه الصدر في استيعاب الاختلاف. راهو مش كان اللي يروقنا نقبلوه، واللي ما يروقناش نعملوا منه مشكل. هذا وضع كما وضع البلاد الكل، كيما الوضع في المشهد السياسي، كيما الوضع في اي مجال فيه وعليه. والمتفرج هو سيد نفسه. انا هذا موقفي حتى صارت في المده الاخرى في علاقه بهالوضعيه والحمله، ديما نقول للناس الحاجه اللي تروقوا يشوفها، اللي ما تروقوش. القنوات التلفزيونيه اليوم كيما اي حاجه اخرى في البلاد. والله هي الحرب هذه تو عندها سنوات، حتى قبل الثوره وبعد الثوره اشتدت، قاوم في الانتقال الديمقراطي في الحريات، والعصابه هذه هي اللي قاعده معناها تستثرى، وقاعده معناها يعني تفقر في الفقراء، وقاعده المعيشه هذه اللي نشوفوا فيها، والامن معناها بكل الاضطراب هذا كله من المافيات هذه. ومعروف المافيات هذو معروفين راهو، وذكروهم 20,000 مره في التلفاز. ولكن انا اللي يقهرني معناها وقعد، اين الدوله؟ شبه الدوله ما تاخذش موقف. شكون هما ذوما اخي؟ هما فوق القانون، فوق الدوله، فوق القضاء، فوق فريمون. انا واحد من الناس معروفين يسميو فيهم واحد ومعروفين، فهمني؟ ويجيبوا فيهم في التلفز، فما حدش يجيبوا فيهم في التلفز، فهمني؟ من الاشكال متنوعة، فيهم حتى محامين معناها الكلمه يقولها قدك، والبلاتوات اللي معناها هي بيد هذيك نتاع العصابات هذوك معروفين، فهمني؟ هما بيد معناها يحرضوا على 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 بث الفتنه والتحارب والبغض والفتنه، معناها بحيث معروف. اما اين الدوله؟ انا ديما نكتب في الميساج بتاعي وين الدوله؟ وين القضاء؟ اخي معروفين احنا معناها الشعب البسيط نعرفوهم مكشوفين، وين الدولة؟ وين القضاء؟ ما فهمتش أنا، هل الدولة هي معناها مورطة معاهم؟ تتمعش منهم؟
أو أنها خايفة منهم لأنهم مسنودين من قوى عالمية. ولا ماني عارف أنا، ذي هو السؤال الكبير اللي محيرني. والله هو صحيح، خاطر توا الشعب تحسه فاق، وثم خاطر قبل كانت ناس وحدين هم اللي قاعدين يحاربوا في الشيء هذا، لكن الناس وعاء تويكا وقال لها المافيات هذا وتوقفوا، خاطر عندها حزام شبابي شعبي باش تولي تلهم كل شيء بحكم التحركات هذه متاع النظافة ومتاع كل شيء. الشباب ولا واعي ويحب يحكم ويحب يراقب ويحب يكون جزء في هذه الدولة. هذاك أنا نصور المافيات ولت باش تخاف وتعمل كل حاجة تعمل لها حساب، خاطر باش تولي رقابة كبيرة، ورغم هذا قانون علوي معنا فوق الناس الكل اللي باش يكون صارم على كل واحد. نتصور ان شاء الله، معنا هي صعيب شويه راه باش تنقص المافيات في وقت وجيز، لكن نتصور بدها تنقص بشوي بشوي بحكم الوعي. اما ان شاء الله يكون عند حسن ظن بحكم كما قال هو شو اسمه الرئيس الجديد قيس سعيد، انا ما فيهاش محاباه، كيكون حتى قريبي من العائله ما نرحموش. ان شاء الله هذه تكون عبره وتكون تطبق على ارض الواقع وتكون تفاعل مع العباد الكل يكونوا يتفاعلوا معه. عندك الفلوس تشريها العليا يمشي معك كما يحب. ديجا اخر مره تشوف سامي الفهدي انت في المطار شو عمل؟ فهمتي؟ ما دار بيه حتى حد، كان جا مواطن عادي عمل، فهمتي؟ لو توفى الحبس ولو الله اعلم، فهمتي؟ باش محكوم.